الحرفية والإبداع والكوكتيلات. كانت هذه المكونات التي استندت عليها مسابقة أفضل نادل خلال العام التي استضافتها بريطانيا، والتي تنافس فيها 48 نادلا من كافة أنحاء العالم. استمرت المسابقة طيلة أسبوع كامل، واتسمت بمنافساتها الشرسة بين مختلف المتسابقين لإعداد أنواع مميزة من كوكتيلات المشروبات الكحولية، بعد مسابقات دامت عاما كاملا لاختيار المجموعة التي ستخوض التصفيات النهائية. سلفاتور كالابريس أحد أعضاء لجنة التحكيم: This is not just a job, it's a passion, it's an art. إنها ليست مهنة، إنه نوع من الهيام والفن. نحن فنانون في العمل ومبتكرون، لذا فإننا نستحق أن يجري تمييزنا. أقيمت فعاليات المسابقة في فنادق 5 نجوم مثل جلين إيغلز في اسكتلندا ولنهام وسافوي في لندن، وجرت المسابقة عبر جولات لتقديم أسرع خدمة واختبارات لمدى الابتكار والإبداع في تقديم المشروبات. ويقول أعضاء لجنة التحكيم إن جوهر المسابقة تمثل في الاكتشاف، إذ بدأ أن تحديات الابتكار في المشروبات قد غمرت التصفيات النهائية، وذلك عبر استخدام المشروبات الروحية للتعبير عن قصص الأماكن والشعوب والتاريخ المحلي للبلدان. وتوج الأمريكي تشارلز جولي في دورة هذا العام من المسابقة، ويقول القائمون على المسابقة إن ما يزيد على 15,000 نادل تدربوا على مهارة مزج الكوكتيلات منذ بداية المسابقة في عام 2009، كما أنشأ برنامج تدريبي في آسيا عام 2011 أسفر عن تدريب نحو 27,000 نادل حتى الآن. محمد الجبالي، رويترز.